كل وقت وليه أذان واليومين اللي احنا فيهم دول يومين الموجي. صلي على رسول الله. جايب لك شغل تركي وشغل مستورد. مش اي حد يقول لك انا عندي تركي ولا اي حد يقول لك انا عندي مستورد. اللهم صلي على سيدنا النبي. بنديكي خامه، بنديكي جوده، بنديكي سعر. ايه هو السعر؟ خصم 50%. ايوه زي ما سمعتي، بقول لك شغل مستورد. اللهم صلي على سيدنا النبي. قطعه زي دي بتتباع بكام؟ المستورد اسعاره بره 1000 1500 800 يوم ما تتنطط. بقول لك الشغل المستورد اللي بفتحه لك ده بكره في فرع المنصوره وهيتوفر في بقيه الفروع بعد بكره. النهارده كام؟ 15/1. باذن من ربنا 17/1 هتوفر في جميع الفروع. بقول لك قطعه زي دي، اللهم صل على سيدنا النبي. ادي الشورت بتاعها، اللهم بارك. ودا التوب بتاعها، ودا السليبر بتاعها. بقول لك شغل تركي، شغل خامات، بنديكي خامه وجوده مقابل سعر. اللهم صل على سيدنا النبي. قطع زي دي باذن من ربنا بدءا فرع المنصوره لكل عروسه مستصعبه فكره تلبس خامه مقابل سعر، تلبس جوده مقابل سعر. بنقول لك احنا موجودين عشان نساعدك وعشان نفرحك. اسمع الصلاه على سيدنا النبي. طب خصم 50%، يعني كام؟ ابو 1500 وابو 1200 بكره في ارض المنصوره. بكره بدل من 350 جنيه اقصى سعر 450 جنيه. بقول لك باذن من ربنا الشغل ده موفرينه تيسير امور لكل عروسه بتجهز نفسها. بنقول شغل تركي وشغل مستورد، مش بنجيب لك اي حاجه وخلاص. بصي التدريس بتاع القطعه، اللهم صل على سيدنا النبي. ملوك السعاده موجودين عشان يوفروا ثلاث حاجات: خامه وجوده وارخص سعر على مستوى مصر. ليه؟ تيسير امور. موجودين عشان نفرح كل عروسه، موجودين عشان نساعدها انها تجهز نفسها باجمل خامه باعلى كواليتي في مصر وبارخص سعر. عند مين؟ عند ملوك السعاده، ملوك الشياكه. مين؟ مول الموجي للسعاده. اسمع الصلاة على سيدنا النبي. لو انت عروسة بتجهزي، اوعي ما تستغليش العرض ده. العرض ده رزق لكل عروسة بتجهز نفسها. اللهم صل على سيدنا النبي. قطعة زي دي قسما بالله بتتباع بكام؟ 900 و1000 و1500. رزق من ربنا، جنة من السما ليكي. بكام؟ 350 400 450 جنيه. بدل كام؟ بدل 800 و1000، بدل 1000 و1000 ونص. بنقول لك خصم 50%. اللهم صل على سيدنا النبي. ليه؟ رزق لكل عروسه بتجهز نفسها. اللهم صل على رسول الله. الجاتوهات ليها ناسها بفضل الله. الموجي هو اساسها. بص على قطعه الجاتوهه دي، قطعه هتخليكي ملكه في بيتك. هذا البنطلون بتاع البيجامه. طب بالنسبه لخاماتك، تعالى بص الخامه عامله ازاي. اللهم بارك. ادى البنطلون بتاع البيجامه، وادى الكب بتاع البيجامه. اللهم صل على سيدنا النبي. ومعاكي الجاكيت او البادي بتاع البيجامه. اللهم صل على رسول الله. قطعه تخليكي ملكه في بيتك فضل من ربنا. الشغل ده رزق لكل عروسه بتجهز نفسها. مش شطاره ولا هي فهلوه، ده فضل من ربنا وانها تيسير امور. الحاجه دي لو مش جايه بنيه التيسير الامور مش هتبقى موجوده في الفرح. الحاجه دي لو مش موجوده انها تساعدك تجهزي نفسك بخامه وجوده وارخص سعر ما كانتش جايه. الحاجه دي موجوده هنا والنيه بتاعتها حاضره انها تفرحك، حاضره انها تساعدك انك تجهزي نفسك، حاضره انها بدل ما انت تجيبي قطعه وقطعتين تجيبي خمسه وتجيبي 10. اللهم صل على سيدنا النبي. يبقى الجيلاب المكسرات ده متوفر بكره فرع المنصوره رزق لكل عروسه بتجهز نفسها. طب بالنسبه لفيصل ومدينه نصر، باذن من ربنا الشغل هيتشحن لهم بكره، هيبقى موجود بعد بكره بامر الله. لازم نفرح جميع عرايسنا. اللهم بارك. بصي البنطلون بتاع البيجامه ومعاكي البادي بتاع البيجامه. يبقى احنا بنقول فضل من ربنا الشغل التركي، مش الشغل الشعبي ولا الشغل المصري، شغل خامات تركي، تدريس تركي، فكر تركي، بس هنبيعهولك بسعر المصري، خامه وجوده مقابل ارخص سعر. عشان ايه؟ نفرحك ونسعدك ونساعدك تجهزي نفسك بخامه وجوده وسعر. اسمع الصلاه على رسول الله. ولازم تعرفي ان جاتوهات الموجي بتتاكل قبل ما تتلبس.